سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله يا رب تكونوا كلياتكم بألف خير. اهلا وسهلا بكل البنات اللي انضموا لعائلة جديد، وخليلي قلبكن يا احلى بنات في الدنيا كلها. اذا كنتوا جداد على هاي القناة لا تنسوا تحطوا لي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان يرتفع الفيديو اكثر واكثر. في صبيات اذا بتحطي وجه لتخوتن مثل بعضهن بيطلع احلى. الصراحة عندي انا هدول الشرفتين صيفيات، بس هلا رح احطهم حتى اجيب لهم شرفتين شتويات. ويلا نبلش بالفيديو، شوف شو اليوم رح نعمل. خذي الاجر اجر هي، جيبي لي مساحة. اوكي يلا طلعوا الدنيا يا عيني. هلا شوف كيف رح اساوي هون. يلا خليكم معي حتى اجيب مكنسة الكهرباء عشان اكنس الاراضي. شوفوا لي على منظر هالغزانة كيف هلا رح اساويها. بعد ما مسحتها رح امد في قلبها مدات. استنى كلها ابلع شكلك قوي. هتعيا فاي لك فضينهم. انا اللي خدت كلنا بتقول ما عندهم. ما عندنا العاب يلا بس مو كثير انت ابلع. قال ايه وانا وين بدي اقعد هلا؟ قال بدي لعبه تاخذي هاي. شوف تاخذي بس ما ادري ليش ما رادت، ما بعرف ليش. ابلع ايش ما بدك هذا الصبي بعطيك اياه. لك بركي تخلف بالليل. نايمين جنبك. لا لا ابلع ايدك بابا. والله خذي لعيونك ابلع. يبقى تتحركي بالليل. بدك اموت؟ لا أعوذ بالله. أنا من القصة هذيك يا بابا. بعيد شانك روحي بعيد شانك خلاص. تعي طبقي تعي. أبرك أنا أي كم لعبة؟ إيدي بركي يلا. صغر الله لا يكبرك. طب ما في محل أبرك. يا الدنيا هيك حلوة. بس ما بدأ أنا. هاي لعلي. هاي جاي يلا. هاي التليفون هيك. حطوها من هون هيك. إيه تمسك التليفون إيدين. حطها هون. إيه دول شغلاتك مفيدات. سيارات بلد. واو بتتذكري هذا؟ هذا علي. حبيتي أبلك؟ هذا إلنا كمان. خذيها. طلي شو بتعطيني بابا. هاي إلنا. خذيها. هاي مرة ما بصير انا يمها جنبي. يا وين بيبي خلص هاد. هذا خطيه؟ ايه طلي طلي. بقعد بركب له شعرايات. مثل امسياش لما ركبت لنا بشعر بالسوق. خذي. خذي على عبادة. يا وين ما احلى. هذا راح كله هن لولادي. هذا الخشبات وين بدك تشعر؟ طيب هذا بجوز ادين فيهم. اللي هي. وين خشبات؟ يا وين هيك تذكرت كانت شغالة بس ما طبقتها. تركوا لي اياها. بس عشان تطبي انت تفرجي على تطبيق. ايه يا عيني مأكوسة. هاي بلا ما بلا ايه بلا هاي حطيها على الزيت والقش مكسر تطبيق. تمام؟ هذا ايش هاي تطبيق بلا؟ بخيطة. ما بتخيط. بلا بخيطة بخيط ابوها. يا قديمة صارت خلص. لا ما عليك يا حرام. تعال. يلا جيران اعطيها يلا جارتك. هيك مش عشان اعطيها ما حلو. يلا رح فرجيك كيف اختي بدها تطبق الالعاب. يلا. تحط كل شغلة لحال. تحط لحال. هيك انا حسيت احسن لاني ما بضحكيني انت غير الالعاب. طلي كم مسحر اللي عندهم؟ لولا دمعة امي حتى مسيت. هدول هنيك كانوا بيطلعوا على الكاب. طابق فيني تعب. لحديت الان انا عم بدور على ابوعته للبيبي وما عم بلاقي اياه. ما احلاش قد كيوت. يي 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 هون هذا ما عنده بديل. وهذا كمان بترشف ما عنده ولا شو كل ما بضب العاب ترجع بتحط لي كمان كمان كمان. هذول تبعت الكلب وهيك هلا حتركبهم. يلا هذول تبعت الكلب اللي هاي جايين معه. وهاي اعطتني شنطاي عشان احط كل المكعبات اللي فيها. طبعا هيك عبيتها كلها بعد ما زبيتهم فكرتهم. معلش اركب لها ببعضها. تخوف من برا. لا بس ايدك خايفة عندك. ما يما جنبك. لا لا. بل بحاول اقنع انه ما يقبع. معلش بتصير خلاص عشان يبرد. ياي ايش كيوت يقبرني. كل ما بتاخده مني بقول لها اخده معي بس ما عاد تقتنع. ما يسخ يعني. طلي لون عيونها مثل لون عيوني. طلي طلي واو. هاي منظرك كيوت عجبتني. هاي تبعت تعال تعال واحد. هاي
بعض الهليكوبتر. وانا تعبت انا خلصت ثلاث غدا وهي لسه بغرفه واحده. تعبت تعبت لك. لا مو من هدول. يلا طبي طبي. انت صفى ايش هدول؟ هلا ابنك صفى ايش؟ اول لا لعلي لا يحيى لا تعبي لا يهمل علي. وما في نجوم والقمر ما هدا لضل غير دموع عم تكسر الاشواق لضل غير دموع عيون عم تبكي صارت ضحك ممنوع مشتاق للضحكه. طبعا جابت كمان كتاب هدول صفت. يا يا دم هاي هذا شد كيوت جاب للبراد مو؟ طب ما بطبق ما فيه ما فيه كله طلش ترى كله ولا ورقه عايف فيها. جوني ادرس ما عاد يتفرج يتفنن طبعا بتفنن ابني. هذا احلى الشيء جري اللي مصور لهن هدول. لا لا بسه هاي 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 ماما وهذا يحيى عم يبكي. الله انا ما مسوي صوت. يا والله ما في ولا ورقه فاضيه. يا ايش عامل شايفه؟ طلعوا رسمات علي. شايفه ابداعي هذا ايش عامل فيها؟ كبه ارقام من كاتبان الف واحد كثير كثير اول دور تبعد. عجب اكبه ولا املو اياه؟ هذا الوظايف يحيى. حبيت هذا الرسم تلون الوان. هنا لون الوان يحيى. واو طيب تبع انجليزي ما احلى. الصف الثاني؟ ايه اعطيني اياه. واو شو انا اعطيك اياه والله العظيم كنا ابرد اترس فيه لكن انا اجري الذكاء. هذا لا يحيى اها اها اطلع شيء لك دي امي البروك. تعبت تعبت فما عم بشغلك بسليك يا تبكي. قولي لي ليش انت قايمه؟ ما بعرف عادي بتعرفي بالقعده الوحيده. منظره حلو. عندك كتاب يحيى. كتاب يحيى روضه. انا عشان قالوا لي ابني انه رسم بيتزا مثل هاي ام ابني تزز خلاص انا خلص بطلع الاول. شايفه ترجع على ابن يحيى. ايه انسى خلص ضل حب ابني يتفنن بعصب كل الحياه مسوينا ابن تزز. تم 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 هاي جابت كاربوز وهذا اتاتورك رسمينا كني والله حلوه كل هدول اليوم الجمعة؟ واو يا ترى الدودة نظرة كيوت. طبعا اختي رفعت لي الضغط كل ما بلملم شغلة ترجع تنكت لي. طلو شاي هاي غرفة لسه برا حكتين. هاي ايه انكتي انكتي يا عمري انكتي. مين اللي لملم انكتي؟ كافي تكذب كافي كافي وانت تكذب الدنيا اجتنا الجلطة بشرفي. جسمي ما يحمل جروح خلى كفو. استني استني جاي جاي لحط لك. صارت بها الحوسة احط لها غنيتي عزبة ضلك عزبة. يا رب يا عزبة ضلك عزبة قضي عمرك فرحان. عزبة ضلك عزبة مبسوطة مبسوطة خلي جالي بهالايام والله ما لن اماني. عيشي حياتك عيشي ما حلوة الجازة بكير. بتفكر تحوس بس وقت تجي لعندها بتشوفي بس اسمها بتشوف. نزلي نزلي طبي طب ليش خليتيني انزلهم؟ يا ربي وين اكبه؟ لا ايه يلا هيك ايش مفكره تلفوني هيك اكبه. هلا تلفوني منيح والله ساكت انه عندي هيك تلفون يعني. يلا روحي تركتني اطلع بس تعالي لي وين حطوا هدول. اوكي تعبت تعبت عطيت راحت اصمت من جايه الي ولا اشتهيت عليها من جد. ايه هلا للطبقه هاي قبل هلا نورجيكم بعد. وادن كل الأحبة اتنين اتنين متدمع انت الهوى دايمين على قيتك الشاي واللي تفكر ده العمر كله يومين. وهيك بالأخير خلصنا أنا وأختي الله يعطيها ألف عافية وأبوس قلبها لأني كتير تسليت معها بالحوس. هون حطيت السحابات حطيت لهم كل ألعابهم في قلبهم هيك يا طبقت لهم كل ألعابهم في قلبه هيك طالعوا وبلعبوا. هون كمان حطيت لهم كل أغراضهم
شايفين كيف حطيت هاي المديك البردة؟ كتير حبيتها. هيك صارت الأوضة عم تضوي. هون عندي كرسي كوي حطيت عليه كرة السلة، أنا كتير بحبوا يلعبوا فيها. وبس هيك صار منظر الأوضة. هيك بالاخير صار منظر الممر. هي هيك طبقتها. بس في هون شغلات كلهم ما بدي اياهم، فبدي اشوف فين لمين بدي اعطيهم، بعدهم بدي طبقه على السوا لاني هون عم بيسحلوا والغزانه ما عم تتسكر معي على السوا. هلا هيك قد ما بحسن طبقتها. هدول كتير بستعملهم. هاي الفرشه بحطها للعربيه وقت باخذ معي يحيى على محل يكونوا بعيد. هدول الحرامات الصغار هيك بعيفهم بين ايدي اذا ابني نام او شي بغطيهم فيها. جبت المراية تبعت عبير بدون انه هيك هدول، قلت ازين لها هي، فجبت من هدول العاب هيك مكعبات وركبت لها هي كلهم فوق. هلا ولا هني بس خلصت الالوان فرجيكم هي النهائية. شوف عبير شو بتسوي. ايش بتسوي هلا؟ عم بعمل لك همبرجر. همبرجر؟ جد؟ واو يعطيك العافية يا عمري. العافية جراحي. وانا بتقلي بطاطا انا اروح اكمل. انت اروح تكملي؟ اي تعالي يلا. اليوم اختي كثير مشتاقة الهمبرجر بس والله رح اسوي لك اياها. حط المايونيز عشان ترى احشاء في الصمون بكون الصلصة. شو بدك تسوي لي يا عمري؟ تسوي لي سلطة. يسلمك. الله الله عليك يا ابلتي. بسرعة نقي البقدونس. هلا هيك يا بنات خلصت كل شيء، بس ضل انه طبق الهمبرجر وحط ولفها بالسلوفان وحطها شوي بالسخانه مشان يسخن قلب الصمونه. او تعرفوا هلا هي لو انه مي معبايه كتير كان بقدر انه اكبسها شوي على السخانه، بس اما انها هيك بتتعبى كتير بتصير طبقات فما بتنكبس مشان ما تتكسر الصمونه. خلقه يعني ما لها هيك زي لاني جبت الصمون من البيم. سعر الصمون اظن لكم 6 ليرات ها، وما له تازة زيادة، فمشان هيك انه ما قدرت انه اكبس على السخانة فكبستها هي والسلوفان. شايفين مش قد ما ارتفع؟ شو رأيك بمنظر اللي والسلطة ما اطيبة جد؟ انا السلطة ما حطيت لها غير جزر ملفوف ومن هذا المايونيز. هذا نازل جديد هلا هذا ما بالبيت مع انه هو ما طيب غير معي السلطة بيطلع كثير طيب. يلا خي هذا النهائي بس بدي امسحه وارجع. ما احسنت امسحها لاني عم بمحه كلها لاختي بس تبعث هي تمسحها. وهيك بما انه ما ضل صمن وزيت كبابة فسوي حسوي رغيف على الخبزة. نهائي. رايكم بالتعليقات. اكرد عاقل. اكرد عاقل. شو رايك بالاكل يحيى؟ يحيى يحيى طلع علي شو رايك بالاكل؟ طيب؟ لا تنسوا لك وشاو وسكر. ايوه. اليوم كل شيء عم تعرفوا. وكل صبية حبت انه طالع اسمها عندي. هلا رح اقول اسماء. اول صبية هي ام محمد، اهلا وسهلا فيك يا روحي. والصبية الثانية لحن الحياة، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي. والصبية تسنيم، كمان اهلا وسهلا يا عمري. والصبية ام عزة، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي، نورتوا كلياتكم. والصبية اماني، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي. والصبية هبة، كمان اهلا وسهلا فيك. والصبية نور، كمان اهلا وسهلا فيك يا عمري. وام يحيى، كمان اهلا وسهلا فيك. والصبيه ام عبده، كمان اهلا وسهلا فيك، منورين كلياتكم. والصبيه ام محمد، لا انا بيتي ارضي يا عمري، كمان منوره. والصبيه اولادي حياتي، كمان اهلا وسهلا فيك. والصبيه ايه، اهلا وسهلا فيك يا عمري، كمان منوره. والصبيه سوزان، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي، كمان منوره. والصبيه الاخيره هي دعاء، كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي ومنوره وكلياتكم يا بنات منورين. واهلا وسهلا فيكم كلياتكم. لهون حبايبكم وصلنا لاخر الفيديو، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم. ولا تنسوني من اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. وبحبكم كتير وتصبحوا على الف خير. عقول صبيه بتحب انه انا الا بحبكم خيرات الله. سلامات.